مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الحلقة جديدة من برنامجنا ألوان فراتية. من المعروف بأن الكسرات هي السلة الغذائية لمدينة الرقة، واليوم نحن موجودين بأحد الحقول تزرع فيها أنواع عديدة من الخضروات وبعض أنواع الفواكه. رح نعرف مع بعض طرق زراعتها والعناية فيها ورعايتها لحتى تكون زراعة ناجحة. خليكن معي. مشاهدينا هون كمان اسمحوا لي ارحب بفواز درويش، هو فلاح مسؤول عن حقل موجود بالكسرات. خلينا نشوف هو كيف بلش طبعا بالزراعه، من هو صغير تعلمها، لانه مثل ما شفنا مساحه الحقل كثير كبيره وانت مسؤول عنها. فواز درويش فلاح مسؤول عن فلاح اراضي كسر الشيخ الجمعه وزراعه. من يوم اني صغير اني افلح بالزراعه، من وعيد على هالدنيا على الزراعه، يعني الله من جد واب والحساني اللي مستلم الزراعه. انت اهلك علموك الزراعه يعني عن رغبه؟ ايه، اهلي علموني على الزراعه، اللي ما يدرس بالمدرسه يعلمونه على الزراعه بالفلاحه، ومن يوم انا صغير تعلمنا لهاليوم هذا وقمنا ننتج انتاجات من الفلايح. انت يعني انت ما درست، ولكن انت تعلمت مهنه كثير، هالمهنه صعبه يعني ما لها سهله ابدا. انا تعلمت بالفلاحه، ما درست، لا دراسه لا، بس تعلمت هنا، يعني علمني ابويا يعني بالزراعه وتعلمنا والحمد لله صرنا من المزارعين النشيطين يعني. وابوك كمان هو لحد هلا بيشتغل ولا لا؟ لا، ابويا متوفي، صار له شيء 13 سنه متوفي، ومن توفى استلمت اني هنا، واني اكبر اخوتي هنا ومستلم عن كل الاراضي هنا. طبعا الله يرحمه لابوك، هذا الحقل لسه ابوك كان كمان يشتغل فيه؟ ايه كان يشتغل فيه، ايه كان يشتغل فيه يعني من يوم من ابوه لهاليوم هذا، ويوم توفى انا استلمت بداله، يعني علمنا على كل انواع الزراعه يعني. طيب كثير حلو. هلا بالنسبه للحقل بدنا نعرف شو هي الاصناف الخضروات، طبعا هي خضروات صيفيه مزروعه هون، تحكي لنا كمان انواعه، بدنا نشوف كل واحد، تحكي لنا عنها سواء الكوسه او الخيار او الباذنجان، تحكي لنا عنها. ايه الخضروات الصيفيه يعني مثل الكوسه، البطاطا، الجثه، الباذنجان، الخيار، هاي كلها خضروات صيفيه يعني نشتغلها من بلش زراعتها من اول اذار نهايه الشهر ال11 تنتهي، يعني يبرد عليها الجو تكون تنتهي متتها يعني. هلا خلينا نروح نشوف كل صنف من اصناف الخضروات المزروعه هون، تحكي لنا شوي كيف تهتم فيها، كيف ترعاها هون. ايه مثل عسنا الكوسه، انه بلش زراعتها اول ما تبلش نزرعها يتفجو، نقوم نزرعها ونغطيها بس عند البرد يمون شوي يتفجو ونشيل التغطيه عنها. خلينا نروح عند الكوسه ونشوف كيف هن بيكونوا. Thank you.
طبعا هلا نحن موجودين بقسم الكوسة، تحكينا شوي من زراعتها وكيف تهتم فيها لليوم؟ هلا هي في منهم كتير كبرانين يمكن موصلين لاحجام كتير كبيره، بس انت حكيت انه يمكن في ناس بتفضل الكبيره. الكبار احسن. تمام، بس تحكينا بدايه كيف تهتموا فيها هل زراعه الكوسه؟ الكوسه يعني نزرعها باول يعني اشباط ونغطيها بالكياس، يعني نجيبها بالشتل، شتل كياس صغار، ونجي نحفر ارضها مثلا، يعني نحفر ارضها جوا ونزرعها وندمها ونغطي الكياس عليها. بتغطوها بالكياس تقريبا، يعني تكون مثل بيوت بلاستيكيه. مثل البيوت البلاستيكيه هاي نقولها من قولاته بكيريه، يعني تجي بكيريه، يعني مي صيفيه تجي بكيريه. يوم يتف الجو علينا يدخل الشهر اذار ينكشر عن الليلون وتبلش عن طريقه الشمس والشياتين الدفه تبلش. نبلش على شو نسوي بها؟ نمرجعها مو ونحط لها الاسمده والادويه ونقوم بعدين شو نسوي؟ نردها بالكواريك. أرودها بالكواريك، إيه التراب عليها نخنقها تظل متقوية وحافظة على شرشة من جوا. يعني نبلش عادين عند ما تقوم تكبر شاتين تقوم نلقط منها، عادين ننزل منها على السوق. طيب. تمام، احنا هنا عادين شنو نفضل؟ نفضل يوم اول شيء اول وقت يشتهوا يظل ناعم الكوسه. أيوة. بس بعدين عند ما يصير وسط الكوسه شو يصير؟ يفضلون الكوسه الكبار احسن من الصغار. حسب السوق يعني شو ما بده، صغيره او كبيره. ايوه حسب بس السوق، يوم يطلب منه حسب ما يطلب السوق منه بنجيب. طيب له يعني. بس اسال كمان هلا بالنسبه للشتلات لما بتزرعوها بين الشتله والشتله قديش بيكون في مسافه؟ هيك بيفرق؟ ايه بيفرق، يعني بين الشتله والشتله نخلي اقلها 60 سنتي الى 75 سنتي. طيب ليش؟ كيف بيأثر هيك؟ هنا من اذا بدنا نقرب على الشتل يصير ثخينه، يعني يصير قريب على البيئه، ما يصير عندنا طرح، تسكر عنها الهواء وتسكر عنها الشمس. يعني يوم تكون بعيده مشان شنو؟ تكبر تاخذ مجالتها. يعني يوم تكون ب 60 سنتي 75 سنتي بين الشتله والشتله تكبر تعطي ثمر اكثر. يعني بس اما يوم نقربها على بعضها تصير ثخينه. أيوة. ما يدخل عليها لا شمس لا هواء ولا ما تعطي انتاج. يصيبها امراض. يصيبها امراض ليش؟ سكرت على بعضها، صابها امراض الفطريات والحشر يدخل بيها. تمام. هي حكيت لي انه هي كلها رح بتشيلوها وبترجعوا تزرعوا كمان. ايه هاي يعني مثل هيك انتهى موسمها، نشيلها ونرجع نزرع صيفيه. هاي شمسيه تكون جاهزه محطوطه بالاكياس، بس نشيلها ونرجع نحفر مكاناتها ونزرع الكوسه. فرجينا حبات الكوسه هون موجوده. هاي حبات الكوسه. مثل هاي يعني السوق يرقب لها. هاي السوق هاي يرقب لها السوق، يطلبونها طلب يعني. ايه يعني او اذا كانوا بدهم واحده ناعمه يعني مطلوبه للسوق مثل هيك يعني. هذه الساعه هاي ناعمه، هاي يعني هي ناعمه يعني احجام كل الاحجام بتحوشوها كلها احجام منحوشه يعني. يعني بس هاي تاخرنا عليها يوم، هي حوشتها يوم ايه ويوم لا. الكوسه يوم ايه ويوم لا، اذا بدنا ناخرها نخليها تكبر نخليها يومين بيوم نصير نقوم نحوش منها. هاي بالنسبه للكوسه طبعا الكوسة. شوي عرفنا إيه؟ عنها في كثير اكيد إيه؟ معلومات بدنا انا كثير يعني انه خلينا نشوف بما انه مشان الوقت كمان نشوف كمان زراعات ثانيه. البطاطا. طيب زراعه البطاطا بنروح لعند البطاطا. هلا بالنسبه كمان لموسم البطاطا، هلا هون نحن شفنا انت شلت يعني بطاطا من تحت الارض، بس لكن لساتهم هن صغار تقريبا. تحكي لنا شوي ايمت تزرعوها؟ ايمت بيكون وقت مناسب لتشيلوها كمان وتصدروها؟ البطاطا احنا نبلش زراعتها اول شباط وباول اذار لها، يعني زراعتها هي بالشهر شباط والشهر اذار. يعني اذا تزرعها بشباط زينه وزرعتها باذار زينه، هذا وقت زراعتها تمام. بس اذا تزرعها بعد 10 اذار 15 اذار ما راح تصير بطاطا، يعني راح يصير هروش بس ما راح تثمر، يعني راح وقتها. ليها وقت محدد، هي وقتها واحد شباط الواحد اذار 10 اذار خاصه تنزرع. مدتها ايش قد؟ مدتها 90 يوم. 90 يوم بتكون البطاطا طلعت مستويه خاصه يعني على الحوشه. البطاطا هنا يعني وكيف تهتموا فيها؟ نهتم بيها يعني يوم نبلش اول ما نجيب البطاطا الحبايه، هاي مثل الحبايه هاي نجيب نقطفها كل عين نقطفها ثلاث اربعه، الاربع عيون هذا شو نسوي؟ نحفر الخط
ونزرع بين الوحده والوحده خمس البطاطا هي ما لها شتله، نفس البطاطا هي نفس البطاطا هاي نفس البذره هاي لازم تكون نفس هاي لها عيون اللي هي ايوه ايه مثل هاي عين هاي والعين هاي هذا عيون هذا شو نسوي نقطفها الى مرحله مرحلتين ثلاث مراحل هاي يصير عندنا ثلاث حبات يصير عندنا ثلاث شتلات يوم نجي نحفر الارض نشليها ونخلص ونخططها نجي نحفرها بالكاروكه ونزرع كل شقفة بطاطا نزرعها ونبعد 25 الى 30 سنتي بين الوحده والوحده. كمان نفس مبدا الكوسه بتبعدوا عن بعض. ايه بس هاي اقرب يعني الكوسه 75 بس البطاطا نبعد منها 30 سنتي من ال 25 الى 30 سنتي ونرجع عندما نخليها لمده 15 يوم نعطيها ميه. بعد ال 15 يوم نقوم نعطي ميه. ليش بتعطشوها؟ تاخذ مفعولها اول شيء بالتربه. التربه تاخذ رطوبتها للبطاطا يوم نعطيها مي يكون تونها مفسره تجيها الميه مباشر تفز فوق القاع تطلع فوق القاع ما حتاخذ البطاطا المي لا مدموم البطاطا صار جوا التربه صارت جوا التربه لمده 15 اعطيناها ميه بلشت قامت تطلع نقوم عادين شو نسوي نكافحها بالادويه والمرجعان والهوران ونظل نردها ايش ما ردينا ايش ما اعطت انتاج بطاطا يعني على حسين اليوم صار لنا تقريبا مدتها 90 يوم بدنا 5 ايام نعطيها المي ونبلش بها يعني بدايه الشهر السادس بتبلشوا تحوشوا بلش بدايه الشهر السادس نحوشها لانه ليش اذا بدنا نخليها بدايه الشهر لانه صيف والصيف شو يصير اذا بدنا نعطيها ميه بتقوم تخوس الارض حاره عليها بتقوم تخوس اذا بنعطيها ميه تقوم تخوس خالص تخرب ايه بتخرب البطاطا بالارض هي بالنسبة للبطاطا شو كمان موجود بالحق اللي نقدر نشوفه وتحكي لنا عنه؟ في عندنا الباذنجان. طيب إيه؟ هلا بنروح نشوف كمان الباذنجان وتحكي لنا عنه. كمان في هون الارض انت زارعها باذنجان من امتى زرعتها وهي طبعا لسه صغيره لسه ما اثمرت ايه هذا زراعه الباذنجان زرعناه باول اذار شتل كنا طاشين بالارض بذور طشيناه يوم من صارت الشتله شيء 4 5 سنتي قمنا فلحنا الارض جهزناها وخططناها بلشنا نشلع الشتل ونجي نعطي ميه ونجدع بالميه هذا الباذنجان هذا نعطيه على مجد ميتينا وندق ونحرثه ونرد عليه ونتركه يوم ما يعطش عندنا يتقلص الجذر تبعه بالارض يمسك بالارض لما يعطش الجذر بتتمسك بالارض تمسك بالارض هنا عادي هنا يقوم نعطي الميه كل عشر كل اسبوع نعطي ميه عادي يقوم يثمر ويقوم يطلع عندنا ثمر الباذنجان هو الباذنجان اللي نعتمد عليه بالصيفيه يعني الناس تاخذه كاكل وكمونه تصير عم تمون منه يعني هو الوحيد اللي يصير يمكن هلا فتره ثانيه يكون وقت تموين كثير من انواع الخضروات ايه من بدا فتره من بلش الصيف يدخل عندنا الشهر السادس تبلش انواع الخضروات تنزل على السوق يعني مثل الباذنجان البندوره الفليفله كلياتها هاي تنزل على السوق هاي كلياتها تعتمد عليها الاهالي الرقه طبعا هلا نحن موجودين باحدى البيوت البلاستيكيه كمان موجوده بحقلكم هو خاص للخيار ويمكن في بندوره هلا هذا حكيت يمكن انه هو منتهي خالص إيه. هلا احنا بالبيت البلاستيكي هذا وهذا النباتي هذا شتوي مو صيفي بيت بلاستيكي والجو حر يعني انتهى متو يعني ما ظلوا الحص الصيفي صار هو اللي شغال بالسوق هلا انتم زارعين صيفي بس لسه ما طلع زارعين صيفي احنا بس لسه ما طلع يعني لسه شجر لسه شتل
يعني بده شهر 20 يوم يبلش يثمر يعطينا الصيفي، اما هذا انتهى وقته. يثمر بتكون يعني جاهز ولا لا؟ بس يثمر يكون صغير لسه ما من يثمر هو صغير راح يصير شدل لسه مو اثمر، بده شهر 20 يوم نبلش قطف منه، يعني 20 يوم نبلش قطف منه، هو مدته 40 يوم بالارض ويقوم يعطي ثمر الخيار الصيفي، اما هذا بلاستيكي هذا. هذا زرعناه اي وقت البرد يكون برد وشيتين، صار الدنيا حر حسين، قام كل ما حر الجو عليه يقوم ينتهي مدته يعني. خلاص ما عاد يكون ما عاد يعطي ثمر. طبعا البلدي اكيد مثل ما بنعرف مرغوب اكثر من البيوت البلاستيكيه. طبعا البلدي مرغوب اكثر واطعم من البلاستيكي. هو مشان طعمته يمكن لانه ايه اطعم. البلاستيكي ما له طعمه، ليش؟ لانه ما يجي اشعه شمس عليه، مكمور عنه يعني الاكسجين اللي بده يغذي النبات ما بي. بس الشمس له طعمه لانه متغذي عن طريق الشمس والهواء، ويتغذى من طريق النحل والاشياء هذا يعني. هلا بالنسبه لهذا، هذا حجمه الاساسي ولا لا كمان بيكبر؟ لا هذا يكبر النوبه، هذا مو حجمه، هذا يكبر النوبه يعني. هذول كمان بدهم يكبر ولا لا خالصين؟ لا بده يكبر، هي لسه بده يكبر ويصير كبار يعني، ما تاخرنا عليه يكبر اكثر يعني. ايه بس هذا لسه حجمه صغير، هذا بده شهر 3 ايام ونقوم نقطف منه. كل 3 ايام نجي نقطف منه من البيت البلاستيكي. 3 ايام تجي تقطفه؟ ايه تكبر عادي يعني، خيار يعني يصير شيء ماشي الى 25 سنتي 30 سنتي نبلش فيه قطف يعني. إيه؟ طب في كمان عندكم فجل كمان شفناهم بالحقل، بنروح نشوفهم كمان وتحكينا عنه شوي. فجل ايه في فجل عندنا وبحشايش يعني، غامرنا بهن الصيفيات، هن شتويات بس غامرنا بهن الصيفيات ونجحن عندنا يعني. ايه ونجحن عندنا بالصيف يعني. طب اكيد هذا الامر يعتمد يمكن على نوع التربه كمان؟ يعتمد على نوع التربه والارض يعني، ان كانت الارض زينه وشيتين تقاوم الزراعه، واي بذره ان كانت تكون زينه تقاوم على الارض يكون زينه يعني. خلينا نروح نشوف هون ونطلع من هون لأن هون ما في أكسجين. ما في أكسجين. طبعا هلا كمان في هون حقل خاص بالفواكه موجود عندكم هون بالكسره بمنطقه انت اللي مشرف عليها. في هون عندنا تفاح، تحكينا عن زراعه التفاح شوي هون بالكسرات. زراعه التفاح يوم زرعناها ما كنا متوقعين انه يجي عندنا التفاح، كنا نخاف انه من الجو انه يجينا حر يعني، هو يحب الجو الرطب الجو البارد يعني، يعني يكون جو بارد ورطب يعطي نجاح 100% للتفاح يعني. هذا الشيء بينطبق بس على التفاح ولا الفواكه بشكل عام؟ بشكل عام للفواكه. أيوة. بشكل عام يعني يوم نزلت الاشجار عندنا هنا، احنا ترى اشجار جديده يعني، ما صار لنا فتره انه زارعين الاشجار يعني، يوم نشعت الاشجار بلشت القوع الكسرات كلياتها بالبساتين الاشجار يعني، ونجحت لانه الارض خصبة عندنا، وثانيا صاير على ضفة الفرات يعني، نجا عندنا التفاح، نجا عندنا الخوخ، نجا عندنا الجارنيك، هاي كلها نجحت عندنا الأشجار يعني، التين اللي أنواع الفواكه نجحت عندنا. إيه صار. هلا في هون هذا النوع الموجود عندنا من التفاح، شو هذا نوعه وشو بتسموه؟ هذا النوع الديري نقوله احنا. إيه هذا التفاح النوع الديري، هذا يظل منه صغير يسوون منه المربيات، هذا التفاح الديري. إيه هذا مرقوب بالسوق يدورون عليه. إيه؟ بس هذا مو نفس النوع اللي بيكون يضل صغير بيقطفوه، مو نفسه هذا. في منه صغير بيضل بيقطفوه. إيه صغير، هو اللي صغير يقطفون منه. إيه هذا نقوله الديري. بي ذاك الملكي الكبير يجي أحمر خد وخد نقوله، خد أصفر وخد أحمر يجي. وبي التفاح الأصفر يجي كميته أصفر. وهذا شو هذا؟ التفاح الديري يضل صغير منه هذا. هذا مشان يسوون منه المربيات يعني. أنتوا هم تزرعوا الأنواع كلها ولا بس هذا؟ لا نزرع كل الأصناف. كل الاصناف الحز، هذا الديري وبينصرف النوبه عندي الملكي اخد بخد نقول له هذا التفاح. طبعا هذا التفاح، خلينا كمان نشوف بالحقل شو موجود عندكم انواع فواكه. انواع الفواكه Thank you.
هلا هذا كمان نوع من انواع الخوخ، بس شو هو الخوخ؟ هذا الخوخ الاصفر نقول له، يعني ايه هذا الخوخ الاصفر، يعني مثل هاي قرب تستوي، هاي بلش يعني بلشت بالاستواء يعني على الثمر على القطف يعني، وهاي مثل هاي الساحة خضراء يعني، يعني شغلت لمدة اسبوع بلش قطف. هذا هذا خوخ اصفر. اذا في انواع هون كمان غير الاصفر؟ بالخوخ الجوهرة نقولها البريحة، هاي كلياتها يعني لسان الطير. انواع الخوخ موجود عندي بالبستان هنا يعني. هذا الخوخ الاصفر كمان هذا زراعته ناجحه هون؟ هذا زراعته ناجحه 100%، يعني يعني نجح عندنا الخوخ كلياته، يعني من الخوخ الاصفر، الخوخ الاحمر، الخوخ الدراق، هاي كلياتها نجحت عندنا هنا. طبعا هذا كمان خوخ، بس شو نوع هذا الخوخ؟ هذا الخوخ احنا نقول له خوخ، نسميه الجوهره. هاي تكبر حبتها تقعد مثل حبه البندوره يعني، هاي للشهر الثامن تبلش تستوي، نقوم نقطف منها وننزل على السوق منها. في فرق يعني، كل مثلا هذاك الخوخ الاصفر بتقطفوه بعدين بيجي دور مثلا نوع ثاني من انواع الخوخ؟ ايه انواع الخوخ هي تجي اول ما يجي الجارنك، وبعد يجي الخوخ نقول له كفر حبه، وبعد يجي البريحه، وبعد يجي الخوخ الاصفر اللي تو شفناه الخوخ الاصفر. فتره بينهم لتقطفون كل نوع، كل صنف؟ كل صنف بيناته شهر، بين الصنف صنف شهر حسب اجواء الجو، يعني الجو كل ما اعطى على حر شويه يقوم يستوي الخوخ بكير. اول نوع بيقطفوه يمكن هو الجنريك؟ الجارنك اول نوع هو اللي نقطفه بالش اسمه الجارنك، يعني قطف بعدين يبلش الكفر حبه هو الخوخ نقول له، وبعدين يبلش الخوخ الاصفر والبريحه، وبعدها اخر شيء هي صنف الجوهره من انواع الخوخ تنقطف اخر شيء. يعطيك العافيه. ولهون مشاهدينا تنتهي حلقتنا لليوم ببرنامج ألوان فراتية، بتمنى تكونوا استمتعتوا بمشاهدة الحلقة، وانتظروني بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.